أهلا بحضراتكم. لسه الإبداع مستمر في يوم جديد من مهرجان إبداع الموسم العاشر في مجال الموسيقى والكورال تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف عام الأستاذة نجوى صلاح وكيل وزارة ورئيس المركز الإداري للبرامج الثقافية والتطوعية. قبل ما نبدأ نرحب بالأعضاء لجنة التحكيم، الموسيقار الكبير هاني مهنا، الأستاذ الدكتور عز الدين طه، المطربة الجميلة مروة ناجي. الآن مع فرقة الموسيقى والكورال جامعة قناة السويس بقيادة مايسترو الموسيقى مدرس مساعد أحمد عبد الوهاب ومايسترو الكورال الدكتورة بسمة إبراهيم. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
الجو جميل جدا، يعني الواحد مش عارف مين متخصص ومين غير متخصص صراحة، في لخبطة يعني. أبص ألاقي الآلات الفردية واحد متخصص واثنين من غير متخصص والثلاثة أجمل من بعض، فشغلانة. أولا بشكرك على المزيكا الأولية، شيء جميل. رفيقة حلو المزيكا، وروح الأندلس دي جميلة، ويعني تحس إن فيها بين السطور في حاجات جميلة قوي اتعملت. أنا حفظت الميلودي يا مايسترو، حفظت الميلودي بتاعها، حفظتها حلو. أحسنت أحسنت جدا جدا جدا. مايسترو حلو المودريشن اللي اتعمل في ألجاني بعد يومين ده، حصل مودريشن جميل قوي. جميل، يعني تحس إنه فعلا في إبداع خاص. شكرا. غير جمال سلامه يعني في ابداع اضافه لابداع جمال سلامه صراحه. شكرا. احسنتم. نقدر نقول ايه؟ الاخيره كانت بتاعت ياسر. ياسر عبد الرحمن. ياسر عبد الرحمن. مسلسل عبد الرحمن. جميل قوي. لو رحنا للاله الفرديه بقى، عشان انا كنت بلعب اكورديون. بتتشقى كتير ليه؟ بتزود السكر قوي. يعني عايزين الجراب ده زي ضغطه القوس كمانجا. زي البدال بتاع الأورج، يعني الحاجات اللي هي فيها حرف زياده شويه في الباور واقل شويه، ده برضو في الاكورديون في الجراب، واخد بالك؟ فده بيدي طعم خاص، زي مثلا فاروق سلامه في الصلوات، زي هاني مهنا برضو في الصلوات من بره. يعني انا قصدي اقول لك الاكورديون مش بس شقاوة كده، جاي مع استاذ الاساتذة. هو بيعزفه وهو خايف، هو بيعزفه وجاي لحضرتك خايف يعني. لا انا بقول له عشان هو شاطر. هو يلم بس شوية الشقاوة دي عشان نفهم منه هو عايز يقول ايه. ديفيد مش عارف، ظلمت نفسك في الاختيار بتاع المزيكا. يعني انا كان نفسي الساكس تدينا باور وتدينا معلومة جديدة، إنه ساكس برضو إيه في النغمة الشرقية، في ربع تون، في كذا. فاختيارك ما كانش لأنه خالد حماد يعني هو ليه حاجة خاصة بيه هو شخصيا. بص الجمل ما تتحفظش، يعني مش جمل تقدر تطلع بيها في النهاية كونكلوجن، جملة تقدر تزنها بعد ما تسمعها. خالد لا بصراحة. فأنا كان نفسي تتعامل مع الساكس بجملة شرقية وفي نفس الوقت فيها استعراض لعازف السكس الشاب الجديد اللي احنا طمعانين في انه يبقى سوليست ماهر جدا جدا. بس احسنت في النهاية، احسنت جدا طبعا. اما تشيله بقى، اما احمد ده بوظ لنا الدنيا صراحة، ما شاء الله ما شاء الله. يعني نقلك من بوزيسيون لبوزيسيون، بحس ان انت بتعزف على وتر واحد مش على كذا وتر صراحة. ما شاء الله صباحك بينزل في المكان بالظبط، مش جنبه مش فوقه مش تحت. يعني النقلات البوزيسيونات دي صعبه جدا في الكمانجا وفي تشيلو. انت اخترت حاجات جميله جدا حتى في القرار وفي السلطات العاليه والحاجات دي، بتختار نغمات حلوه واصوات حلوه. وبعدين اخترت اغنيه الموجي من عصاره الشرقيات، يعني الليالي دي مش اي حال، مش اي حد يعزفها صراحة. فاختيارك صعب بس انت اديته بحرفية جدا جدا جدا. بشكرك واحسنت جدا جدا جدا. اتفضل. الله 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 الله، احسنت وابدعت، احسنت مايسترو. يعني ما شاء الله تأليف موسيقي عالي جدا، ازاي تاخد التيمة وتلعب بيها وتعمل لها العناصر بتاع التأليف الجميلة، استخدامك الآلات راقي جدا 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 جدا، هارمونيات ما شاء الله، براس سيكشن عامل شغل حلو قوي قوي قوي، يعني كل واحد في وظيفته ما شاء الله. البازيست في الموسيقى الأولانية لما عملت كنت حلو قوي وبدلت مع بعض،
فشغل جدا ما شاء الله، سولستات والكيبورد ما شاء الله احسنته جدا، وفي المقطوعه الموسيقيه بتاعتك مؤلفاتك برده جميله جدا احسنت. انا عايز اتكلم في تفاصيل كتيره لكن مش عايز اخد يعني وقت ان انا استمتع بالمزيكا بتاعتكم اكتر يعني. شكرا. ما شاء الله الوتريات اولادنا جمال وتشيلو احسنت احسنت يا ابني. لسه قبل ما نبتدي قلت لهم انت هتشوفوا مفاجاه جميله قوي بتاع تشيلو ده يعني. الله معجزه يعني ما شاء الله. ما شاء الله حاجه جميله جدا احسنت وابدعت يا ماسترو، وان شاء الله باذن الله موفقين باذن الله يا حبايبي. شكرا شكرا, شكرا. شكرا. مساء الخير يا مايسترو. انا عايزه اقول لك بصراحه يعني هو ده احلى صباح واحلى بدايه الواحد يعني يستبشر بيها. مجموعه هايله، الموسيقيين تحفه يعني. دخلت علينا اول حاجه بفساتين الفرح، ادتونا مود حلو، وبعد كده لقينا المضمون احلى، فاحسنتوا جدا جدا. التوتي هايل، الباور يجنن، الكيبورد فظيع بجد، احسنت جدا، وتوقيتك والكيبو والكوردات نفسها هايل بجد. انت غير متخصص كمان صح؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا بجد احسنت جدا جدا. حسين محمد الاكورديون، يعني لو المايسترو كان بس شايف ان في سكر زياده هو حقه، بس يا مايسترو برضه هو كان عايز يقول لك يعني ان في تلميذ لحضرتك موجود، وانت فعلا احسنت جدا. وعايز اقول لك القفله بتاعتك كان دمها زي الشربات وانا حبيتها قوي قوي. لا احسنت جدا جدا ما شاء الله، وتكنيك هايل طبعا اكيد. ديفيد يعني لازم ابريشيت ان انت غير متخصص وبتلعب ساكسفون وآلة صعبه، فانا مقدره اولا القلق اللي كان في البدايه والتكنيكس اللي كانت موجوده. يمكن ما كناش ظابطين بس شويه في الاول، بس احنا اول ما بدانا على المقسوم الموضوع فرق خالص، وكان في من بدايه الجزء الشرقي اللي انت عزفته كان حلو جدا. في بس كم نوت فرقت مننا في الشرقي، بس انا برضو مقدره ان احنا في قلق النهارده، بس اول ان اول هايل احسنت احسنت جدا جدا. احمد عبد الرحمن بقى، لا بقى اولا يعني زي القمر وحضور وبيبي فيس، وانا شايفه ان هيبقى في عندنا مستقبل ليحيى مهدي صغير في مصر موجود عند احمد. لا والله بجد كميه الاحساس اللي طالع منك وانت بتعزف يا ابني يعني الله يحميك وما شاء الله. بس انا بس هستاذنك ان احنا في البوزيشن في النوت البس شويه النوتس العاليه احنا محتاجين ده بس نتدرب فيها جزء بسيط، بحيث ان احنا نفس الحرفيه اللي بتلعب فيها في نفس الطبقه في الاوتار المتوسطه وفي الغليظ يبقى في نفس ده في التحت، يبقى كله بمنتهى الجمال والطعم اللي حاصله. بس احسنته جدا جدا. القطعه الثانيه انا بس كان في حاجه يا مايسترو، انا اسف، انا بحب لما يبقى في سولوهات بتتعزف انا بحب شويه التوتي اللي بحس ان انا استمتع بالسولو دي، بس كانت الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاني، إنما غير كده أحسنت. والوتريات هايلة في التوتي بجد فظيعة. أبريشيت كمان في روح الأندلس دخول السولوهات بتاعت الناي، وكمان فجأة دخل سمعنا الأكورديون في النص. لا بصراحة أنا مبسوطة وفرقة مكتملة وهايلة، أول مرة كمان نشوف معنا ناي النهاردة من أول ما بدأنا، فأحسنتم جدا 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 جدا. شكرا. ميرسي. في اضافه صغيره بس، اضافه لاحمد. الشيلو بيحب صاحبه جدا صراحه، بالذات البيونسل او الشيلو يعني. انا عزفت مع ناجي حبشي. ناجي حبشي ده في يوم من الايام كان طلب اخته لبلبه يتجوزها، فامها رفضت، ازاي تجوز موسيقي مش عارف ايه بتاع، فخد على عاتقه ان هو يعني التحدي وصل بيه ان هو يوصل لانه يوصل لسوليست عالمي. يعني بيعمل كونشيرتو شيلو وهو قاعد في فيينا، في مثلا في لندن، في باريس، في المانيا، ومشهور جدا 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 بين الفنانين او الموسيقيين العالميين. ناجي حبشي خدها في عقيدتك، التحدي وصل له لكده. فانت مشروع هذا الكلام، ارجو ان تهتم بالكلام ده، انت غير متخصص، انما النوتة الموسيقية مهمة جدا جدا، وتبلع الشيلو بقى يعني عشان تبقى نفرح بيك ان انت تبقى سوليست عالمي استكمالا لمشروع ناجي حبشي.
محمد صلاح الشلو بتاعنا يعني. ان شاء الله. لسه الإبداع مستمر في الموسم العاشر لمهرجان إبداع في مجال الموسيقى والكورال. أبدع النهاردة على مسرح إبداع فريق موسيقى وكورال جامعة قناة السويس بقيادة المايسترو أحمد عبد الوهاب. كنت رائع يا مايسترو. مرسي جدا، مرسي جدا كنت. جهزت إزاي بقى الفريق وتجربتك في إبداع؟ والله المرة دي كان حظنا حلو إن البريك كان كبير شوية. بدأنا بروفات من بعد الامتحانات بالظبط يوم 7/2 أو حاجة زي كده، ويشاء ربنا إن الموسيقى والكورال يتأخروا شوية فيدونا براح شوية للتدريب أكتر المرة، لكن غير كده بصراحة كنا مزنوقين جدا في الوقت، لكن الحمد لله ربنا وفقنا المرة دي وكانت فترة البروفات أعتقد كويسة يعني. دي التجربة الكام في إبداع؟ 9. بيبقى في عناصر جديدة كل مرة؟ أكيد، إحنا يعني الجامعة بطبيعتها بتبقى 4 سنين لكل طالب، مش شرط ان الطالب يخش معايا من سنه اولى، ممكن يخش من تانية من ثالثه، والجيل بيتغير بعد 3 سنين 4 سنين على حسب. عوامل بقى اختيارك للعناصر الجديده اللي بتيجي هي الاول اقاليم، او يعني احنا الاسماعيليه مثلا بتبقى غير القاهره واسكندريه، العدد بيجينا مش زي عندهم، المجال هنا اوسع والعدد اكبر، فالى حد ما ولنفرض المسابقه 17 في اقاليم ما بقاش عندها 17 اصلا وتبدا تعلم من اول وجديد، وفي ناس تانية بتبقى عندها اوريدي البسخ العدد الاكبر يعني ويبدا ينقي منهم، بفضل ربنا احنا محظوظين عندنا اعتقد مجموعه مواهب كويسه، بنبدا فرز معاهم بنعلم بندرب الى حد ما بنوصل لاخر عدد يعني مطلوب مننا باذن الله. اتخرج تحت ايدك كتير من الشباب، رايك بقى في دور الدوله في دعم الشباب دول؟ والله يعني مش هكدب، احنا ناقصنا شويه كمان زياده دلوقتي، اعتقد الفروع او الاتجاهات بقت اكتر، لكن لسه كمان اكتر، انا يعني الاوبرا الجديده او الوضع الجديد بتاع العاصمه الاداريه الجديده احنا محتاجين نركز على الشباب. سياده الرئيس واعتقد الدكتور خالد عبد الغفار هيعملوا ده الفتره اللي جايه، ان هو بداوا يبصوا على الجامعات وياخدوا الفرق بتاعتهم تعرض على هناك، فمحتاجين ده يتم اسرع واكتر وبصوره مستمره دايما يعني. ان شاء الله يا دكتور ابدعت النهارده. تسلم. ولسه الإبداع مستمر في الموسم العاشر لمهرجان إبداع في مجال الموسيقى والكورال. معايا 2 من فريق جامعة قناة السويس نتعرف بيكم. رفيق يوسف فرج دخل بمسابقة التأليف الموسيقي مقطوع من تأليفي. أحمد عبد الرحمن دياب بلعب تشيلو وداخل بسولو. أنتوا بقالكوا كتير طبعا، دي التجارب كتير في مجال إبداع. دي المرة 7 ليا. إيه الفرق بقى من كل موسم بيعدي عليك؟ هو طبعا كل سنه بتزيد الخبره يعني، اول سنه اعتقد كنت دخلت اشتركت في المسابقه غير السنه دي، طبعا اول سنه ما كنتش اعرف اي حاجه وكانت تجربه جديده كليا عليا، لكن النهارده اقدر اقول ان انا استفدت كتير، اتعلمت من المايسترو، وكل سنه لما بتدرب تحت ايده انا خبرتي بتزيد والرهبه بتقل، طبعا بقت المسابقه بالنسبه لي حاجه انا بكون مبسوط ان انا رايح اعمل. واضح وانت ابدعت النهارده، اتدربت بقى وقت قد ايه وعملت ايه عشان تبقى بالمستوى الهايل ده؟ احنا بنتدرب بقى لنا حوالي شهر، من حوالي يوم 7/2 كل يوم بنروح نعمل بروفا ونذاكر المقطوعه ونذاكر المقطوعات الثانيه، ولا بذلنا مجهود كبير جدا عشان نطلع بالشكل المشرف اللي كنا بيه النهارده يعني. احمد، علاقتك بالتشيلو بقى، انتم متوحدين كده مع بعض؟ ده عز صاحب عندي. قول لي بقى ازاي بدات معاه ومشوار حياتك كده لحد ما وصلت لخشبه المسرح. التشيلو انا من اول ما سمعته وهو يعني انا عرفت ان انا لازم العبه، يعني الكلام ده كان من حوالي 8 سنين بس، ولعبته من ساعتها وانا كل يوم بتمرن، كل يوم لعبت غربي الاول بعد دلوقتي بلعب شرقي، والمسابقه دي ادتني كمان اكسبيرينس ان انا اقف على المسرح، ودي حاجه يمكن ما كنتش اقدر اخدها بره يعني، هي دي اهميه المسابقه. ده شيء رائع جدا. طيب انت شايف ان الدوله بتدعمكم انتوا كشباب من خلال المسابقات دي، شايف دي تاثيرها عليكم ازاي؟ لا طبعا بنستفيد يعني، مسابقه زي كده دي بتدي الواحد هدف انه كل سنه بيتحسن عشان يخش سولو او لا، بتدي الواحد هدف طبعا. انت شايف ان الفنان ممكن يبقى مبدع جدا بس على خشبة المسرح قدامه لجنة تحكيم كبيرة ممكن يتظلم؟ طبعا طبعا يعني، ما هو يعني لو سألتيني ايه اللي اتغير من اول سنة لدلوقتي، بالنسبة لي انه انا كنت دايما بقف على لجنة قدام لجنة المسرح ما بقدرش اقول اللي انا عايز اقوله، لكن انا النهاردة اقدر اقول ان انا ما كنتش متوتر، لانه دي يعني يعتبر دي اخر سنة اشارك، فهو ده اللي انا استفدت منه. بالتوفيق يا رب، انتوا الاثنين ابدعتوا وان شاء الله تاخدوا مراكز عاليه. ان شاء الله، شكرا لكم.
دي سنين بتفوت علينا وعلى الجراح صابرين يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين نديتنا للأيام والدمع مالي العين دمع مالي العين يفيد به الندم ما القلب يا من ظلم يفيد به الندم ما القلب يا من ظلم لسنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبرين القلب يا من ظلم يفيد به الندم ما القلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا على الجراح صبرين
الله 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 يا دكتورة، والله شيء جميل، حظك حلو ان مديكي ربنا اصوات ملائكيه، بنات والولاد ما شاء الله، حظك حلو فعلا. يعني احنا كنا طمعانين شويه في الهارموني، انت عملتي ايه خط تاني في حاجات كده معينه بس قليل قوي، يعني كان نفسنا ان يكون في خطوط ما تبقاش خط ميلودي بس، خطوط تانية مصاحبه هارموني كده بقى جميل، يعني لان عندك امكانيات ما شاء الله. هو انا عامله بس ممكن يكون مش واضح. نعم، يعني هو فيه بس ممكن يكون مش واضح. الصوت مش واضح؟ هو فيه بس ممكن يكون لا قليل، انا بقول لك هو فيه بس قليل، يعني قليل، يعني في حاجات كتيره ميلودي بس، فكان نفسنا طمعانين في كده، بس احسنتوا جدا جدا والله، البنات والولاد ما شاء الله كروانات صراحه. الفرقه الموسيقيه ايضا برضو ما ننساهمش، ناس عتاوله. وانا اللي عجيب في الموضوع ان اللي غنوا فردي مش مكتوب قدامنا متخصص او غير متخصص، ازاي يعني؟ الاخ مثلا نجوى متخصصه؟ في متخصص الغنى، ما فيش غير متخصص، الغنى كله ما فيش تخصص غير تخصص. ليه يعني؟ يعني يعني بتدرس مزيكا ولا بتدرس سياحه مزيكا؟ وفنادق يا غنى، سياحه وفنادق وتربيه وكليه علوم. اشمعنى عندك كده؟ انا مش عندي. الموسيقيين هم اللي تخصصوا. يعني غير متخصصين. ماشي، لو روحنا للفرديات بقى نتكلم على نجوى. نجوى صوت سليم جدا 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 ما شاء الله، النوت سليمه، ما فيش اي اهتزاز في النوت الموسيقيه، ما فيش اي تحريف، يعني المقام مظبوط جدا جدا من اول ما غنيتي لاخر ما غنيتي، المقام ما سبكيش خالص ما شاء الله، يعني زي الفل. الرعب بس والرهبه جايز بتطفو على الجميع اللي بيغنوا، بالذات انت ومارك في خوف، ما اعرفش ليه، يعني احنا قاعدين اهو بنضحك معاكم وبتاع بنستمتع بيكم، المفروض ان انتم ما تخافوش بقى، فده برضو كان مؤثر شويه على الاداء، انما الاداء ما فيش نشاز خالص، كله سليم، نوت سليمه زي الفل. ومارك نفس الشيء ما شاء الله، قال ودع هواك بس كان خايف، خايف زيادة عن اللزوم مش عارف ليه برضه، يعني كان هو اللي ما كانش خايف بقى أحمد حسين. حسيت إنه محترف، يعني واد بجد محترف، العرب تمام والحليات تمام، وما يعني ماسك أدواته زي الفل صراحة، يعني وغنى أغنية أصلها يعني للعشرين دي فيها شجن شويه زياده، بس انت قلتها حلوه قوي قوي، او حتى المويل اللي جوه والتصرفات بتاعتك كانت حلوه قوي لدرجه شدتنا كلنا، يعني انا حسيت ان انا قاعد قدام مطرب محترف مش طالب صراحه. احسنت جدا جدا، وكلكم احسنتوا بصراحه. شكرا لحضرتك. والدكتوره بسمه برضو احسنت. شكرا لحضرتك. لان قابل الله الله عليكم، احسنتوا ابدعتوا. قبل اي حاجه بهني الدكتوره بسمع الدكتوراه، ويا ريت كلنا نحييها ونقولها الف مبروك. تستاهليها، ما كنتيش انت تاخدي دكتوراه، مين هياخد دكتوراه يعني؟ فنانه مبدعه ما شاء الله عليها، يعني على طول من زمان، وهي من اول ما تعرفنا وهي الله اكبر عليها، ابداع ابداع ابداع، افكار جديده ما شاء الله عليك، يعني ربنا يبارك لك يا دكتوره. الله يحسن، يعني يديم علينا فنك. في حضرتك، ربنا يبارك. الفنانين الجمال طبعا، انا عايز اقول حاجه، انا مش هتكلم في يعني انا ما شاء الله عامله حاجات كتيره قوي، تفاصيل حلوه قوي حلوه قوي قوي، مش هتكلم عليها، لكن هتكلم على حاجه انت عاملاها اللي هي فكره ابداع. انت بتحققي فكرة إبداع. شكرا لحضرتك. إيه هي إبداع يا جماعة؟ إن إحنا في مرحلة الإكسبريمنتال ميوزك، إحنا مش معلش الجماعة المتخصصين دي شوية بيتكلموا في حاجات مهمة جدا، إحنا في مرحلة الإكسبريمنتال ميوزك، إيه الإكسبريمنتال ميوزك ده؟ التجريب. التجريب عامة في كل مجالات الغنى.
في كل مجالات الموسيقى، بنسمع راب، بنسمع موسيقى بتاع اغاني شعب اللي هي المهرجانات، بنسمع مش عارف ايه، بنسمع مهرجان ابداع اللي هو بيطلع حاجات جديده ولسه. وعلى فكره اوروبا مرت بالمرحله دي، ما نقلقش والله العظيم، اللي احنا فيه ده طبيعي جدا، لان الفن، معلش انا بتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، الفن مرآة المجتمع، فانتوا بتعبروا عن جزء من المجتمع اللي هو بيقاوم الجزء الثاني اللي بيبوظ حاجات كتيره، فانتوا بتعملوه ده حاجه راقيه جدا جدا. ايه الحلو ايه الوحش؟ يلا بينا نحكم. اكيد اللي انتوا بتعملوه ده حلو، اكيد احسنتوا ابدعتوا، حلو جدا جدا. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت عملتي اللي هو فكره الميدلي. ايه هو الميدلي يا جماعه؟ الميدلي مش رص اغاني تحت بعضها خالص، فكره تيمه. انت واخده اغاني قديمه، ادي اول فكره. تمام. التيمه بتاعتك اغاني قديمه. تاني فكره، كله هارموني، واخده الهارمونيات هارمونيات هارمونيات، مفيش كاونتر بوينت كتير، حتتين كده بتاع. ثالث حاجه، التعبير بتاع الغنى اللي هو العرب، عامله لك كورال ما بين التبادل، بتدي عربه هنا وتدي عربه هنا وتشاورها لهم حتى. فتفاصيل افكار تاليفيه يا جماعه، هو ده هو ده الابداع، هو ده الابداع. شكرا لحضرتك. احسنتي. ايه الحلاوه دي يا دكتور؟ لا والله بجد، يعني خليني بس ابتدي زي ما ابتدينا الاول. اتفضل. نجوى، يا نجوى، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظك. اول ما تدخلي رق الحبيب وداخله من نص الاغنيه، انك تكوني داخله وراكزه في المقام بالجمال والسلطنه اللي كنت فيها دي، دي حاجه تتحسب لك، لانها فعلا من الاغاني الصعبه. تاني حاجه، ما شاء الله صوت مفتوح ومنطلق. انت بس كنت خايفه قوي في الاول، احنا بس هستاذنك دايما في الحاجات اللي في الطبقات العالية، لما ندي باور بزيادة ونفتح صوتنا بزيادة ممكن ندي سن زعيق، احنا بس لازم نتحكم ونسيطر على صوتنا. ان ما شاء الله صوتك مفتوح، فعارفة الحصان وهو بيجري لازم اللجام وتلجمي شوية بحيث ان نبقى متحكمين في صوتنا اكتر. بس هايلة 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 ما شاء الله. مارك، يا مارك، انا بقيت قاعدة زعلانة انك خايف، يعني صوتك مسلطن وخامه صوت قمر، يعني بقى صعبان عليا انك قاعد خايف كل ده، وكان نفسي تنقل الموال الاول وبعد كده تقوم داخل على الاغنيه. اعتقد يعني عارف بالنسبه للمسرح والجمهور كان هيبقى مبسوط اكتر ان هو يتفاعل معاك، وممكن كان يعني يديك بوش للاغنيه اكتر. مش عارفه اقول لك ايه بقى انت، يعني انا عارف انا نو كومنت، يعني انا ولا غلطه احمد، ولا غلطه، صوت خامه، تحكم، المقام، عايزه اقول لك الالات يظبطوا صوتهم عليك، بالشعره، تكنيك، حضور. ثم ايه القفله بقى اللي انت عملتها دي؟ يعني القفله دي، يعني انا بص طيرتني بصراحه، بقيت قاعده فرحانه، واحده زي الناس، بقيت قاعده مستمتعه بيك. احمد ربنا يحميك، موهبه كبيره جدا جدا جدا، وان شاء الله يعني ليك مستقبل. هاي انت بص بصراحه، انت مش موهبه، في شعره بين الموهبه والمحترف، انت فعلا فنان محترف كامل مكمل. يا جميل. يا دكتور، الاختيارات روعة. شكرا. وكلها في منتهى العزوبة، وترتيبهم ورا بعض بصراحة حاجة هايلة، الاكسبريشن والنيونس بين الكورال بجد رائع جدا جدا. استمتعت قوي، احسنتوا يا شباب كلكم، كنتوا حلوين النهارده، وبجد ميرسي على الحاجة الحلوة اللي احنا سمعناها النهارده دي. شكرا. ميرسي، الف الف شكرا. معايا الان مايسترو فريق كورال جامعه قناه السويس، الدكتوره بسمه ابراهيم، ابدعتي النهارده. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا. قولي لي بقى، انت عملتي ايه عشان تطلعي بالجمال والابداع ده على المسرح؟ والله هو كان في معسكر اعداد 8 ايام،
اخترت فيه الأصوات اللي المفروض هتشارك معايا من الشباب والولاد من البنات وبس. والحمد لله يعني كان وانا كان عندي قبلهم يعني اعداد للشغل اللي هيتم تحفيزه وكده، والحمد لله ربنا كرمنا يعني واشتغلنا كثفنا يعني المجهود والحمد لله طلعنا. والعناصر اكيد بتختاري عناصر جديده كل مره لما بتشاركي في ابداع، بتختاريها على اي اساس؟ هو احنا عندنا الفريق الكورال في الجامعه العدد كبير يعني في مثلا 80 فرد. من خلال الحفلات والمسابقات الصغيره اللي جوه داخل الجامعه يعني بقدر اختار العناصر اللي تقدر تكون على مستوى عالي ان هي تشارك في مسابقه قوميه زي دي طبعا وبس. بيبقوا عند حسن ظنك؟ اه الحمد لله. وطبعا هو يعني في ناس بتتخرج والناس اللي هم بيشاركوا كل سنه ولسه ما زالوا موجودين دول بيبقوا الاختيار الاول ليهم، يعني هم بيبقوا الاولى ان هم يشاركوا لان عامل الخبره بيفرق قوي في موضوع المسابقات ده. انت يا دكتورة كمايسترو بقى ايه الخبرة اللي خدتيها من ابداع؟ الخبرة ان انا اعمل ميدلي والله. والله انا من ابداع انا شاركت من ابداع 4 ابداع 4 وابداع 5 كان المسابقة عمل واحد يعني عمل فردي من بداية من ابداع 6 وهو ميدلي، فهو والله اختيار موضوع الميدلي ده صعب ان انا احط اغنية ورا التانية واربط بينها مش كلحن بس كدراما ككلمات كحالة. فانا عن نفسي شخصيا استفدت في ده بصراحة، يعني ابداع 6 غير ابداع 10 يعني انا النهاردة الحمد لله زي ما حضرتك سمعتي كلام اللجنة الحمد لله يعني فضل من ربنا قادرة يعني ان انا اعمل ميدلي بس في مفهومه يعني. انت كنت هايلة فعلا، كنت هايلة، انا بشكرك جدا. شكرا. معايا الان اتنين من فريق الكورال جامعة قناة السويس، نتعرف بيكم. احمد حسن. نجوى شمس. احمد ونجوى ابدعتوا النهاردة في السولو، انت قولي الاغنية اللي غنيتها ايه واتدربت عليها ازاي؟ انا غنيت اغنية ليل العاشقين لجورج والسوف الحان صلاح الشرنوبي، استاذ صلاح الشرنوبي. انا طبعا من عاشقين جورج والسوف من وانا صغير، يعني اتربيت على اغاني، فلما لقيت اغاني موجودة من ضمن الملحنين الاول اخترت اغنية لأم كلثوم، بس حسيت ان انا مايل اكتر ان انا اغني حاجة بحبها. كانت لايقة عليك جدا، واللجنة كمان قالت لك ما عندكش غلطة. الحمد لله. انا يعني الاغنية انا بغنيها من صغري وبحبها جدا، يعني انا ما اتدربتش عليها كتير لان انا اصلا بغنيها من زمان. الاغنية ممكن ما تكونش قوية زي مثلا اغاني او الحان الاصابجي، بس انا ضفت فيها حاجات برزت صوتي يعني اشتغلت على نفسي فيها بس. وطبعا مع دكتور بسمة طبعا ساعدتني جدا 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 في الاغنية، وكان طبعا الرأي الاول والاخير للدكتور لان هي طبعا شايفة الاحسن ليه هيكون في ايه، وطبعا وافقتني عليها والحمد لله طلعت بالاداء اللي كان يعني اللي انا غنيت بيه النهاردة الحمد لله. مبدع فعلا. نجوى كلميني على الأغنية بتاعتك، انت اللي اخترتيها واتدربتي عليها قد ايه؟ يعني في الأول أنا كنت مترددة يعني في أكتر من حاجة وزي كده، بس يعني بعد مناقشات مع دكتور بس ما أنا بثق في رأيها جدا جدا، وهي من الأغاني الصعبة الصراحة، ف يعني ربنا يسهر الأمور. كنت خايفة على المسرح؟ جدا جدا الصراحة. حاسة خوفك ده أثر على أدائك؟ اه للأسف يعني. طب دي كم المرة اللي كان في إبداع؟ التالتة. استفدتي إيه بقى يا نجوى؟ يعني كل مرة بتختلف، بكتسب خبرة أكتر. وقفتي النهاردة غير وقفتي السنة اللي فاتت. آه كنت خايفة، بس يعني أنا شايفة أن أنا في تحسن، في حاجة أحسن يعني إن شاء الله. إن شاء الله. أنت ما كنتش خايف خالص؟ لا الحمد لله، يعني أنا من صغري وأنا بقف على مسرح وكده، بس أنا لما بدأت الاشتراك في إبداع كان من إبداع 7، يعني ده رابع ابداع ليا. ابداع 8 ما طلعتش سولو، بس يعني يعتبر ثالث ابداع ليا. في الاول طبعا كنت خايف من اللجنه وكده، بس طبعا مع الوقت خدت خبره وطلعت اغني يعني يا صابتي خابت يعني الحمد لله. يعني انا بطلع ابسط نفسي اكتر ما تكون مسابقه بالنسبه لي. بس تتغلبي على خوفك ازاي اخيرا بقى؟ ان انا يعني اخد الموضوع بشكل ابسط من كده، هو صعب بس يعني انه عادي انا اقول احسن ما عندي وعايزة اسمع الناس احسن حاجة. فبس ان شاء الله متوفقين وناجحين ومبدعين دايما. شكرا. احنا لسه مكملين ان شاء الله في جولة جديدة ويوم جديد مع جامعة جديدة في مجال الموسيقى والكورال. Thank you.
نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء يا حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى وكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء يا حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. أصلها قدام كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع، جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها قدام كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع، قلبك قدام الكون يتزاق، ده اللي في بالك حالا فكره